الشعرتين اللي نازلين على عينيكي دول هياكلوا من دقنك حته. بقول لك ايه، ممكن تتصرفي لحسن، الفرقه مش عاجبه بابا. وهي دي فرقه تعجب حد وانا تتجف في فرحها؟ عشان خاطري تصرفي. خلي هدى اختي رمزي تتصرف. اموريني غور في داهيه. بقول لك ايه، ابوس ايدك انقذي الموقف. عفاك ما تعمليش فيها شكيره بقى. ماشي انا هتصرف، مش عشان خاطر اختك الغلبانه وعشان خاطر رجولتي. فاكرها ما ضاعت الرجوله خلاص وبقيت قشطه سي او. بس يا ابني انت هو بس هلا. ودلوقتي مع نجمه المعهد العالي اللاسلكي صاحبه التردد العالي جدا ليلى سليمان. الو الله يا عمر.